أشارت بوصلتنا اليوم إلى كفرسوم، إلى أحضان الطبيعة الخلابة، إلى لواء بني كنانة، فلبينا النداء لنعبر البساتين والكروم ونرى لقاء الندى بجبين الرمان والفاكهة والورود، كأنما مشهد أخير من مسرحية عالمية. طول الليالي شاغلني حب. أهلا وسهلا فيكم. كفر صوم طبعا تمتاز منذ القدم بأنها منطقة زراعية، ومن اسمها جاي كفر سوم، وهي الأرض الزراعية الجميلة، ويش أشهر ما فيها هو الزيتون والرمان، حيث يعتبر الرمان من أقدم الزراعات في هذه البلدة، وهو ينتشر في مناطق الأودية حيث توفر مياه الينابيع الصافية. وبالنسبة لنا احنا الرمان يعني إرث تاريخي ورثناه على الآباء والأجداد، حيث تجاوزت هذه البساتين أكثر من 300 عام وهي مزروعة في هذا المكان، ويعتبر هذا الموسم الرمان هو العرس الأبهى والأجمل في كفر صوم، حيث تجتمع العائلات والجيران وأفراد الأسرة الواحدة حول عمليات تصنيع منتجات الرمان المختلفة اللي طلعتوا عليها، وهو يعني بنعتبره احنا فرصة انه يوفر فرص عمل كثيرة لأبناء المنطقة، سواء من السيدات سواء من الشباب المنطقة. احنا بكفر صوم بساتين الرمان، بستان عين الفوتحة، بنقطف الرمان، حبة الرمان، ومنجيب منحطها بوعاء من الماء، منغسل الرمانة، منفتحها ومنكتها، بعد الكت منصفيه، منعصره ومنصفيه، بعد ما نعصره منغليه على النار. في منتجات الرمان في عدة غير الدبس، في خل الرمان، خل الرمان، مربى الرمان، الدبس. بعدين الموسم الرمان هو موسم دخل للعائلة عندي، ومننزل العائلة كلها مع النسايب مع البنات مع الشناين مع كل أفراد الأسرة ومع الجيران ومع بنات العام. الجلسات عندي هون روعة، خاصة بالليل أخرى. بالليل ما شاء الله بنقعد نسهر هون لل 11 ل 12 للوحدة، وبنطلع عنا ضوء أضواء عندنا جوا بالغرفة مع برا ضوء. أجواء مريحة بتجنن، يعني لو تيجوا بالليل فعلا تروخوش قد ما هي روعة القعدة. في موسم الرمان يلتقي الأحبة وتتجمع الجارات والجدات والنشميات. في موسم قطاف هذه النحاسيات والياقوت من كنوز الطبيعة ليصنعوا منها معقودا أو عصيرا أو يهدينه لجارة أو زائر، بعد أن أصبح جزءا من التراث ورمزا لموسم من مواسم الخير وأجندة العام. منشجع السيدات العاملات على الإنتاج وأنه يدخلوا بسوق العمل اللي بعطيهم دخل. في ما في سيدات من الموسم الرمان بنوا بيوت، جوزوا أولادهم، درسوا أولادهم، يعني موسم جميل جدا لإلهم. لا إن شاء الله الموسم يكون خير للجميع، وأهلا وسهلا فيكم، ويا حياكم الله. طبعا هذا الموسم موسم الرمان يعول عليه الكثير من الأسر الريفية في تحسين دخلها، وكمان بخلق فرص موسمية للشباب المتعطل عن العمل، طبعا للوصول إلى منتج الرمان. في هناك عديد من الممارسات الزراعية، من تقليم، من حراثة، من ري، من مبيدات زراعية، طبعا للوصول إلى هذا المنتج الوفير. طبعا منتج الرمان عندنا يمتاز بنوعية أو بميزة فريدة، اللي هي الإنتاج الكثير والمذاق المتفرد. نعم،
هنا تجتمع آمالهم وذكرياتهم على أنغام الأصالة والتراث وخطبة عروس أو جاهة لحل مشكلة أو اتفاق على خير، وهنا تجد العطاء ونبع المحبة والكرم من قلوب أردنية صافية تشهد على كرمها ومحبتها شمس الوطن وسماؤه مع إشراقة كل يوم جديد. شاعر